طول. طبعا مباراه المقاولين واتحاد الشرطه كابتن اللي بيتقال في الفاصل ما ينفعش يتقال على الهواء. كابتن علاء يا كابتن علاء لو سمحت الفاصل اللي ما نكمل. طيب ماشي نكمل في الفاصل. نطلع فاصل عشان نكمل. مباراه المقاولين واتحاد الشرطه في الاسبوع العاشر من بطوله الدوري الممتاز. موقف المقاولين صعب جدا في جدول الترتيب 17 المركز ال 17 سبع نقاط، اتحاد الشرطه في المركز ال 11 13 نقطه، فرق ست نقاط لصالح اتحاد الشرطه هو اللي فارق عن نادي المقاولين. طبعا شفنا وصول الفريقين، نادي المقاولين اللعيبه كلها داخله بعربياتهم ان هم مقيمين في معسكرهم في النادي. فريق اتحاد الشرطه طبعا يعني كان في معسكره ووصل الى ملعب المباراه النهارده. المباراه الاولى الكابتن حسن شحاته كمدير فني نادي المقاولين، ان شاء الله نتفرج على مباراه مميزه ما بين الفريقين. تعالوا نبدا بتشكيل نادي المقاولين النهارده. في حراسة المرمى حسن شاهين، محمود ابو السعود حارس الاساسي مصاب، حسن شاهين حارس المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب. خط الظهر من اليمين للشمال احمد علي، في قلب الدفاع معتصم سالم، احمد عبد العزيز مودي، شريف علاء ناحيه الشمال، محمد خلف وحسام عبد العال في نص الملعب، قدامهم اربعه بابا اركو، محمد عبد الواحد، محمد سالم وعمر جمال. ما فيش تغييرات كتير يعني، في تغييره واحده اللي هي محمد سالم مكان محمد فضل، وحارس المرمى خروج محمود ابو السعود وللاصابه ودخول حسن شاهين. بالنسبه لاتحاد الشرطه، عصام سعد في حراسه المرمى، كابتن خالد القماش بقى حاطط تشكيلته النهارده بيلعب 4-2-3-1. احمد عادل ناحيه اليمين باك رايت، عماد حلمي وخالد سطوحي في قلب الدفاع، فؤاد سلامه ناحيه الشمال، في نص الملعب صلاح ريكو ومحمد فوزي، قدامه ثلاثه احمد كمال من ناحيه الشمال قدام فؤاد سلامه وخالد الغندور ومحمد بسيوني، ومننا بوكو هو المهاجم الصريح بالنسبه لاتحاد الشرطه. كابتن وليد شايف المباراه ازاي؟ بدايه اولى الكابتن حسن شحاته، تشكيل الفريقين النهارده وفكر الاثنين مدربين، اعتقد ان الاثنين عايزين ياخدوا الثلاث نقاط النهارده. طبعا مليون في الميه كل فريق بيفكر في الثلاث نقاط. كابتن حسن تغييره واحده، اختار السن الصغير والسرعه على حساب الخبره، عامل توازن خصوصا في الاربعه اللي قدام. يعني عمر جمال لعيب طبعا حريف جدا وكان فاكهه الدراويش، محمد عبد الواحد خبره كبيره مع نادي الزمالك، بابا اركو كمان خبره كبيره في الدوري المصري مع سموحه ومع كل الفرق اللي لعب لها، فحب يحط في وسطهم محمد سالم عشان يبقى فيه عنصر سرعه ويبقى فيه عنصر اللياقه البدنيه العاليه. وكمان محمد سالم هينزل تحت شويه، يعني هيبقى بابا اركو هو المهاجم الوحيد وتحتيه عمر جمال ومحمد سالم ومحمد عبد الواحد. طيب هنكمل معاك يا كابتن وليد وهنكمل مع كابتن نادر وكابتن علاء ميهوب، لكن هنروح لملعب المباراه مع مراسلنا وزميلنا شادي المأمور مع لقاءات من ارض الملعب. مساء الخير يا كريم، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النهار رياضه في كل مكان. برحب بيك طبعا وبرحب بنجوم الاستوديو التحليلي الكابتن علاء ميهوب، كابتن وليد صلاح الدين، وكابتن نادر السيد. معايا من ارض الملعب طبعا كابتن محمد عوده المدرب العام لنادي المقاولين العرب. كابتن محمد عوده بنرحب بيك على شاشه قناه النهار رياضه. شكرا كابتن شادي، وبرحب بالكابتن كريم طبعا ونجمنا كابتن وليد صلاح وكابتن نادر ونجمنا الكبير قوي كابتن علاء ميهوب. كابتن طبعا مباراه النهارده بتختلف تماما عن مباراه امبي، استعديتوا ازاي لمباراه النهارده طبعا تحت قياده المدير الفني الجديد طبعا معلم كابتن حسن شحاته؟ والله الكابتن حسن شحاته مش من النهارده قاضي المباراه، هو قاضي الشوط الثاني في مباراه امبي، دخل بين الشوطين، ده كانت اول حاجه يتكلم فيها في الفنيات ويتكلم مع اللعيبه، كان بين الشوطين ماتش امبي دخل اداهم الثقه، نزلوا الشوط الثاني بسم الله ما شاء الله الفرقه كانت هايله في الشوط الثاني، الانتشار ما فيش خوف، نزلنا ضغطنا على امبي الحمد لله كبنا التعادل وكنا وضيعنا اول بتاع اربع خمس اهداف. النقطه اللي عايز اقولها ان الفتره اللي فاتت كنا لعبنا 8 ماتشات جبنا 3 اهداف بس، وكنا تابعنا الماتشات ما كناش بنروح للجونه شادي ان شاء الله. الحمد لله الماتش اللي فات يمكن اول ماتش توصل تهدد امبي حوالي بتاع 7-6 انفرادات وجبت جونين، من يعني كان منظرنا في الحته الهجوميه كويس قوي. الماتش اللي فات انا كنت بادئ التشكيل وكنت انا انت عارف عندي يعني برضو اول ماتش ليا، فكنت بخلص الهجمه العشر لعيبه بيرجعوا يقفلوا في نص الملعب. النهارده كابتن حسن شحاته بيمتاز بحاجتين مهمين جدا، يمكن دي اللي بتنجح كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته بيمتاز بيخلي اللعيب نازل بيبدع ما بيخافش، بيديله الثقه وبيديله يعني بيعمل هو عايزه، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كابتن حسن شحاته سبب البطولات اللي بيجيبها ما بيخافش، النقطه الثانيه ما بيخافش،
اللي هي النقطة الثانية، ما بيخافش، بينزل يهاجم أي فرقة. النهاردة إن شاء الله نازلين بنهاجم فرقة الشرطة بإذن الله، من بادئين الحمد لله محمد سالم فرود لوحده، تحتيه بابا أركو، تحتيه عمر جمال، عبد الواحد، لما الكرة تكون معانا أكنك بتلعب أربعة في روضة. فهنضغط إن شاء الله من الشرطة من أول دقيقة، وإن شاء الله ربنا يمكن إن شاء الله الفوز حليفنا بإذن الله. كابتن عودة، طريقة نادي المقاولين العرب النهاردة تختلف أيضا عن طريقة نادي المقاولين أمام بالظبط. أنا بقول لك زي ما بقول لك، أنا كنت يعني بحاول محمد فضل لوحده، وكان إيه التلاتة تحتيه لا للماتش اللي فات، انا بتكلم عن الماتش اللي فات. النهارده الكابتن حسن بادئ بمحمد سالم في الهجوم، هو فضل يقعد محمد فضل. محمد فضل عمل مجهود كبير جدا الماتش امبي، وتاني يوم لقينا حسينا ان في اجهاد واضح على محمد فضل، فحب يريحه عشان ما نفتكروش الماتشات اللي جايه دي، وان شاء الله يبقى معانا بديل في اي وقت هيبدا ينزل. بدا محمد سالم في الحته القدامانيه عشان يضغط على خالد صلوحي وعماد حلمي، عندهم بطء شويه، فيبدا ايه في سرعات من محمد سالم مع التقدم الخلفي معاه عمر جمال ناحيه الشمال، والناحيه الثانيه بابا اركو يجي برده وكوره معانا، يبقى في الودين ان شاء الله محمد سالم وبابا اركو، وان شاء الله من وراهم محمد عبد الواحد بلاي ميكر هو اللي بيلعبهم ان شاء الله. تحتيه ان شاء الله يبقى حسام عبد العال قافل ديفندر، ومحمد خلف قافلين مع الباك العكسي اللي هو بيشتغل. فهتيجي تبص يا كابتن شادي ليك بتهاجم بخمسه ان شاء الله. كابتن، اهم الاجابات النهارده في فريق نادي المقاولين العرب، وشايفين ان النهارده محمود ابو السعود النهارده يمكن اصابه النهارده. محمود ابو السعود طبعا كان يعني مشكله، تاني يوم الماتش نزل بيعمل دايره فتعور جات له الضمه، فغيب علينا فتره. انما معانا حسن شاهين، ده جون منتخب الاولمبي وجون هايل، وقبل ما نمسك يعني يا دوبك لسه ماسكين جات لنا عروض ان حسن شاهين عايزينه، فطبعا ده جون ابن النادي، وده ان شاء الله مستقبل النادي، وان شاء الله ربنا يوفقه يبقى عامل ماتش كويس. الحمد لله ما عندناش غيابات، مفيش لعيب كان قبل ما نمسك كان اسمه مديان وعامل رباط صليبي، ده كنا جايبينه من النادي الاهلي من ناشئين الاهلي، هو ده الاصابات اللي عندنا دلوقتي. كابتن كريم، في اي سؤال كابتن محمد عوده؟ لا، انا بشكرك يا شادي وبشكر كابتن محمد عوده، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. حاول بس تعمل لنا لقاءات مع حد من المسؤولين في اتحاد الشرطه برضه عشان نشوف طريقه لعبهم النهارده امام المقاولين العرب. بشكرك يا شادي وبشكر كابتن محمد عوده. قبل ما ارجع للكابتن وليد صلاح الدين، هروح سريعا لمصطفى الراسخ في اتحاد الكره المصري، هيقول لنا كل القرارات اللي اتخذت النهارده في اجتماع اتحاد الكره. اتفضل يا مصطفى. تحياتي لك يا كابتن كريم، وتحياتي لنجوم التحليل على شاشه قناه النهار رياضه، واكيد عن حرصا على وقت حضرتك. يعني ابرز ما تم في داخل اجتماع اتحاد الكره الذي عقد او الذي انتهى منذ لحظات بسيطه برئاسه السيد جمال علام وبحضور كافه اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم، تم قبول استقاله الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده الكابتن شوقي غريب، وايضا قبول المنتخبات الوطنيه الاجهزه الفنيه للمنتخبات الكره الخماسيه. كانت هناك عده قرارات حاسمه خاصه بمصير الكره المصريه. كما تعلم حضرتك، تم ارجاء الاعلان عن اسم المدير الذي سوف يقود منتخب الفراعنه في الايام القادمه او الشهور القادمه لما بعد نهايه كاس امم افريقيا القادمه. وايضا كان هناك عده اقتراحات من قبل مدير فني وطني او مدير فني اجنبي، الكفه ترجح المدير الفني الوطني للمنتخبات. ربما لم يفتم تم الافصاح حول الاسماء الاقوى والمرشحه، ولكن طرح اسم الكابتن حسن شحاته بقوه، وايضا طرح اسم الكابتن حسام البدري مدير فني المنتخب الاولمبي بقوه ايضا. لكن كانت هناك ايضا بعض القرارات الحاسمه الخاصه بمصير الكره المصريه. هناك $1,800,000 الخاصه بعمليه القرصنه في غانا، تم ان شاء الله استردادها على حسب زعم الكابتن محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري كره القدم. ايضا كان من اهم القرارات التي تم اتخاذها اليوم قبول استقاله الكابتن فاروق جعفر، او اقاله الكابتن فاروق جعفر لحد ما يسمى، من منصب المدير الفني للمنتخبات الوطنيه تبع لاتحاد الكره المصري، والبحث عن مدير فني اخر يعد من اقوى الاسماء المرشحه الدكتور طه اسماعيل. كان المهندس محمود الشامي لنا لقاء خاص وخاص سوف يذاع لحضرتك او في طريقه لحضرتك ان شاء الله، حتى يذاع مع حضرتك ان شاء الله، يعني ردي فيه على كل ما قيل اتجاهه من قبل الكابتن فاروق جعفر، ان الكابتن فاروق لم يحصل على اي مرتب شهري خاص من قبل اتحاد الكره، وانما كان يحصل عليه من قبل الاتحاد الدولي الفيفا كحد محمود الشامي او المهندس محمود الشامي. ما تحرقش بقى اللقاء يا مصطفى، خلينا لما يجي بقى. خلاص، هو لقاء خاص عامه يا كابتن كريم ان شاء الله بينا وقناه النهار رياضه، ان شاء الله هيكون فيه مفاجات لحضرتك ان شاء الله. ان شاء الله في حاجه ثانيه بالنسبه لقرارات اتحاد الكره ولا كده كل القرارات؟ لا، كان ده مجمل او ده اللي يمس الراي العام، والباقي كان خاص بالعمليات الاداريه الخاصه بالموظفين، انه هيتم غربله بعض الموظفين لدى اتحاد الكره المصري. يعني هيتم في تقنين لدور كل العاملين داخل الاتحاد. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا من مقر اتحاد الكره المصري مصطفى الراسخ مراسلنا النشيط جدا من هناك.
نرجع تاني بقى لكابتن وليد وكابتن نادر وكابتن علاء وكلامنا الفني في تشكيل مباراه او تشكيل فريقين نادي المقاولين ونادي اتحاد الشرطه. كابتن عوده قال الخطه كلها كده زي الفل. عوده مامي يعني لو كابتن خد القماش دلوقتي سمع ابدا بالشرطه على زين نقول له حاجه بسيطه بس يا عوده كده يعني انت يعني مامي لا لما يجي يشرح بعد كده يشرح برضو بخبص شويه لكن هو قال لنا كل حاجه حتى محمد خلف وحسام طيب. عبد العال وهيغطوا على الباكين معلش هروح ملعب المباراه تاني مع الكابتن ضياء عبد الصمد مدرب نادي اتحاد الشرطه مع كابتن خالد القماش مع سامح الفيومي من ارض الملعب. سامح الفيومي بجدد التحيه ليك يا كابتن كريم وضيوفك الكرام كابتن علاء مهوب كابتن وليد صلاح الدين وكابتن نادر السيد وكل مشاهدي قناه النهار رياضه. يعني معانا يعني كابتن ضياء عبد الصمد يعني صاحب عايز اقول لك كابتن كريم من قبل المباراه يعني خفه ظل معروف بيها كابتن ضياء يعني دخل على الجهاز الفني لنادي المقاولين العرب وقال لهم انا هقطعكم النهارده. مرحب بيك كابتن ضياء. ربنا يخليك يا اسلام. بمس على كابتن وليد وكابتن نادر وكابتن علاء ويعني ربنا يسهل النهارده تكون مباراه كويسه ويعني اللعيبه تقدر تنفذ التعليمات اللي اتقالت في المحاضره ونقدر يبقى ند قوي لنادي المقاولين. ماتش صعب بالنسبه لنا وبالنسبه لهم. هم في موقف لا يحسدوا عليه تماما. 7 بونت من 9 مباريات قليل جدا على نادي المقاولين. بالاضافه لان في جهاز فني جديد طبعا يعني كباتن اللي موجوده في الاستوديو كلهم كابتن كريم والمجموعه عارفين لما جهاز فني بيتغير اللعيبه يعني بيبقى ليها قرين يعني في 11 بيلعبوا و11 ال 11 قرين التانيين موجودين في الفرقه كل واحد عايز يقول انا موجود كل واحد عايز يقول يثبت نفسه ف يعني بيبقى صعب على اي جهاز بيبقى ليه فرقه جهازها بيتغير بتبقى صعب قوي علينا خصوصا جهاز تقيل طبعا قائد كابتن حسن شحاته. فيعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اول مباراه لكابتن حسن شده التحفيز والمعنويات والقوه والاراده والعزيمه نقابلها ان شاء الله بالتعليمات اللي قالت اللعيبه بتاعتنا في خلال الاسبوع اللي فات ان شاء الله. كابتن ضياء يعني مواجهه نادي المقاولين لسه قايل جهاز تقيل جدا فعلا جاي مع نادي المقاولين العرب عايز يعني لو في غيابات مؤثره في نادي اتحاد الشرطه النهارده ولا الفريق كامل؟ لا هو يمكن الغياب الوحيد هو شمامه بس محمود سمير وشمامه بعدوا الفتره اللي فاتت ديت لظروف الاصابه. في احمد كمال موجود يعني اول ماتش يبتدي بيه من بدايه المباراه. في ريكو الحمد لله رجع بالسلامه. في علي رابو على الدكه برده موجود كورقه رابحه كويسه. كان في كل مباراه سبحان الله يعني لازم لعيب من اللعيبه الاساسيين احنا بنعتمد عليهم تقريبا لازم يبقى بره يا اما الاصابه يا اما للطرد يا اما للثلاث انذارات. بقول الحمد لله بنحاول نعمل فرقه كويسه فرقه في اطار التكوين. لما فرقه في موسمين متتاليين 18 لعيب يطلعوا بره الفرقه وتبدا تشتغل بلعيبه جديده تماما مش جديده في 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 المجال لكن جديده على النادي في لعيبه تقال ولعيبه كبيره لكن اول مره يلعبوا مع بعض وحاله الانسجام دي ما بتجيش غير من كتر اللعب ايا كان مين هو اللعيب. اللعيب اللي بيلعب جنبك ده لما بيقعد يلعب معاك سنه ولا بيلعب معاك 5 6 مباريات او 10 مباريات تبدا تعرف تحركاته تعرف ميوله تقدر تعرف كويس في ايه وحش في ايه. دي بتفرق جدا في حته الانسجام في الفرقه على ما اعتقد ان دي بتلاقيها كويسه جدا خلال الدور الثاني. والحمد لله انا بقول يعني 13 بونت للشرطه من 9 مباريات بالفرقه دي بالمجموعه ديت على ما اعتقد حاجه مشرفه. يعني كابتن خالد كابتن توفيق وكابتن سيد وبيت الجهاز بنتعب علشان ده شغل جهاز. انت جايب لعيبه ليها سقف لكن الحمد لله ليها طموح ليها سقف قليل لكن طموحهم اكبر من سقف فلوسهم ودي حاجه محترمه تتقال لعيبه الشرطه. اتمنى بربنا ان النهارده اللعيبه يعني تنفذ التعليمات قالت لها ويكون النصيب للي ربنا هيريده. بس يعني عايز اقول الاداء مربوط باقدام اللعيبه. اتمنى من ربنا ان يكون التوفيق نصيبنا الماتش دوت علشان نستريح بقيه الاسبوع الجاي ان شاء الله. كابتن كريم لو في حاجه حابب توجهها لكابتن ضياء الصمد. لا اقول له بس كابتن ضياء يخف شويه على كابتن حسن شحاته النهارده. كابتن كريم بيبلغك تحياته بيقول لك نخف على كابتن حسن النهارده.
يا كريم ماشي يا كريم ماشي يا كريم مش هتكلم خالص يا كريم. مش هتكلم كريم خالص مفيش مشكله ده ابويا يا كريم ابويا يا حبيبي ربنا يكرمه ويكرمنا واللي شايفه ربنا يكون يا كريم ان شاء الله ان شاء الله نشكر طبعا مصطفى الراسك من ارض ملعب فكاهه كده دعابه طبعا لكن يعني طبعا التوفيق لكل الفرق ان شاء الله نتفرج على مباراه مميزه ما بين المقاولين واتحاد الشرطه سريعا يا كابتن وليد يعني سامح الفيومي طبعا اتحاد الشرطه اتحاد الشرطه كابتن العوده قال لنا كل حاجه في المقاولين احنا حفظنا كل حاجه الناس قال لنا التغييرات بس لو اللي بين الشوطين اتحاد الشرطه كابتن خالد القماش عمل مباراه رائعه قدام دمنهور للامانه كمان الكابتن محمد عمر فريق دمنهور كان هو الاقرب للفوز لكن قدر الكابتن خالد القماش بسرعه نانا بوكو اللعيب السريع جدا اللي متهيألي انه هيتعب المعتصم سالم وهيتعب احمد مودي جدا في السرعات هو بيلعب النهارده غير التكتيك شويه بيلعب 4-3-2-1 احمد شمامه كان بيلعب المباراه اللي فاتت هو وصلاح ريكو وفي وسطهم يحيى تراوري لكن النهارده شمامه مش موجود واضح في الفرقه كلها فيا اما انذار ثالث يا اما اجهاد كان عامل اداء كويس قوي لكن هو حط احمد كمال بداله في موقف لاحمد كمال كده بس نقوله بعد المباراه مع توفيق صقر لكن احمد كمال هو اللي هيلعب قدام فؤاد سلامه وهيلعب محمد فوزي جابها الاثنين ناحيه الشمال ايوه بالظبط وهيلعب 4-3-2-1 هيسيب بسيوني وخالد الغندور تحت بنا نانا بوكو واضح ان الكابتن خالد القماش عامل حساب كويس لفريق المقاولين باين انه هيقفل الاول الملعب ويلعب على المرتدات وباينه من سرعه نانا بوكو مع بسيوني مع خالد الغندور متهيألي ده الثلاثي اللي هيبقى للكابتن خالد القماش. طيب كابتن نادر شايف المباراه ازاي وتشكيل الفريقين؟ انا شايف المباراه الحقيقه زي ما بقول دايما والكلمه اللي بتكلم فيها دايما ان تاثير المدرب وتاثير صفات شخصيه والقياديه والفنيه بالنسبه للفريق بتتاثر كتير جدا بالمدرب وبتكلم على تجارب شخصيه وبتكلم على تجارب شفتها قدامي حتى فريق المقاولين في المباراه اللي فاتت بوجود كابتن حسن شحاته مع النادي فرق كتير جدا في شخصيه الفريق وفي النزعه الهجوميه اللي موجوده كنا بنتكلم واعتقد انك انت سالت السؤال ده قبل كده ليا وسالته الوليد قلت ليه ان المقاولين العرب ما بيجيبش حتى لو كسب بيجيب جول واحد بس وبعد كده بيدافع لان كابتن محمد رضوان كان عنده تحفظ كبير جدا وتامين دفاعي عكس المباراه اللي فاتت المباراه اللي فاتت انتهت 2-2 حتى لو كان كابتن حسن مش موجود في على الدكه انما في الاخر كان الخطه العامه مع احترامنا طبعا لعوده كابتن حسن اتكلم فيها وحتى اتكلمنا ان هو نزل واتكلم معاهم وقال لهم نفس الموضوع باين جدا في التشكيل يعني انا بمعرفتي الشخصية كلاعب مع كابتن حسن قبل كده وفي نفس الوقت معرفتي الشخصية بيه ان هو عنده نزعة هجومية يعني هو بيدي حرية للعيبة في اطار نظام معين ان هو يلعب كورة وفي نفس الوقت كمان يعني يستمتع في اطار نظام واطار خط عامه وده اللي باين يعني كابتن حسن بيلعب باثنين مدافعين في نص الملعب وده دايما الحقيقه بياكد الكلام ده ان هو يلعب باثنين مدافعين في نص الملعب يكون عندهم دور دفاعي وفي نفس الوقت كمان عنده نزعه هجوميه في الاربعه اللي قدام مش بس واحد وبعد كده يرجع الثاني ويبقى ليه دور دفاعي بالعكس الاربعه بيبقى لهم دور هجومي باين جدا واضح جدا. كابتن علاء يعني برضه شايف المباراه ازاي وشايف البدايه ازاي؟ كابتن نادر وكابتن وليد قالوا ان اتحاد الشرطه النهارده مأمن شويه او عامل حساب لفريق نادي المقاولين ونادي المقاولين النهارده بص على ثلاث نقاط وكابتن حسن شحاته وكابتن محمد عوضه بيلعبوا باربعه في النواحي الهجوميه. بص يا كريم من تشكيل الفرقتين والبدايه بتاعتهم واضح ان المقاولين هيبدا مهاجم وده انا متوقعه يعني كابتن خالد زي ما وليد قال هيقفل بتلاته في نص الملعب ونوعا ما هيبدا يعني متحف شويه وعلى الهجمه المرتده مع نانا بوكو كويس ان الراجل ده سريع جدا وقوي جدا فكل شغلهم هنا كابتن حسن العكس خالص كابتن حسن هيعمل اكيد انا متاكد ضغط هجومي الاول مع استغلال الممتع للاربع لعيبه اللي قدام مهاريين صراع فيهم كل مميزات لعيبه الكوره عمر جمال ومحمد عبد الواحد وبابا محمد ارك ومحمد سالم محمد عبد الواحد وعمر جمال كويس يعني الاربعه متنوعين في كل حاجه يعني فيهم المهاري فيهم الهداف فيهم السريع فيهم بلاي ميكر لكن ورا الناس دي كلها حسام عبد العال يمكن ورا ديفندر في نص الملعب لكن حسام فيه ميزه حلوه كمان ان هو راجل لعيب كوره مش ديفندر مجرد ما بيقطع وبيسلم لا بيقطع يعمل ساعه سترو باس كويس عنده الحته دي كويسه فاعتقد النهارده كابتن حسن واضح من النيه ان في ضغط هجوم الاول كابتن خالد القماش هيعمل عكس هيمتص الاول بس حته الحماس اللي هيعمله كابتن حسن شحاته ويبدا يعمل طريقه لعب وخالد بالامانه من المدربين الموجودين جدا مع الشرطه عامل الموسم اللي فات ممتاز والموسم ده عامل موسم كويس قوي
فالشكل عام كده انا حاسس ان هشوف شوط حلو ان شاء الله. شوط في اهداف في الشوط الاول؟ لا اكيد في اهداف. لمين يا كابتن علاء؟ انا متوقع المقاولين هيسجل. كابتن نادر؟ انا شايف في اهداف للمقاولين. كابتن وليد؟ اتوقع تعادل 0-0. تعادل 0-0 الشوط. تقفيله الملعب دي بالنسبه للكابتن خالد القماش مع هتخنق الجيم شويه في الاول. هتخنق الجيم شويه في الاول ممكن تفتح الشوط الثاني. لكن طبعا وارد في الكوره كل حاجه، ممكن احد الفريقين يحرز هدف بدري فالدنيا تفتح، لكن توقعاتي انا 0-0 الشوط. طيب بالنسبه لدكه البدلاء في نادي المقاولين، احمد عربي، حارس مرمى خالد عبد الرازق، محمد ابو شعيشه، محمد سوستا، كريم مصطفى، طاهر محمد طاهر، ومحمد فضل. بالنسبه لدكه البدلاء في اتحاد الشرطه، عمرو حسام حارس مرمى، احمد جمال، ابراهيم القاضي، علي رابو، احمد كشري، محمود اجوجو، ومحمد حسن ميدو. اتحاد الشرطه 13 نقطه، المقاولين العرب 7 نقاط. هنروح لمعلقنا المميز الكابتن مؤمن عبد الغفار ونتابع احداث الشوط الاول.